راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 14 شهر 7 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني بالقاهرة يؤكد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، والحكومة السودانية ترحب بمخرجات القمة. الأمم المتحدة دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في دارفور، وقوات الدعم السريع تمنع الدفن اللائق للضحايا. السلطات الصحية بولاية النيل الأبيض تنفي وجود أي حالات للكوليرا بالولاية، والمستشفى التركي السوداني بنيالة يواجه ضغطا كبيرا بسبب توقف مستشفى نيالة التعليمي وخروجها عن الخدمة جراء المعارك. تواصل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من شهرين متتاليين مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مع تفاقم الوضع المعيشي وتردي الوضع الأمني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعرب البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني عن القلق العميق إذا استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، وناشد الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إذحاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات، وأكد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. رحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول الجوار السوداني التي انعقدت بالقاهرة، وأكدت أن هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وثمنت دور الجوار التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان في الحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة. وأكد مجلس السيادة الانتقالي في بيان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت الميليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب. قال الصحفي أحمد فتحي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني ألزمت جامعة الدول العربية المتمثلة في الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسعي قدما لإيجاد حلول للنزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بجانب إلزام الدول المانحة بسرعة مساعدة السودان والإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من قبل. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن القمة ألزمت 7 رؤساء من دول جوار السودان بالتدخل لإجراء حوار سوداني سوداني لوقف الاقتتال حفاظا على أرواح الشعب السوداني ووحدة أراضيه، والضغط على الطرفين لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل الأزمة السودانية. وأضاف الصحفي أحمد فتحي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط لراديو دبنجا البيان الختامي ألزم يعني قام بإلزام جماعة الدول العربية المتمثلة في الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط والسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلزاما تاما بالسعي قدما لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول لوقف هذا النزاع بين قوات الدعم السوداني وبين الجيش السوداني. انطلقت قمة دول الجوار السوداني بالقاهرة أمس الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع المسلح الدائر في السودان والتداعيات السلبية له
على دول الجوار وضع آليات فاعلة ومشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر إن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مبينا أن القتال المستمر منذ 3 أشهر نتج عنه إزهاق أرواح مئات من المدنيين ونزوح ملايين من السكان، وطالب أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمر دعم السودان. من جانبه قال رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت إن القمة تهدف إلى حل الأزمة وتأتي في وقت حرج وهي ليست منتدى جديدا. قالت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تم دفن جثث ما لا يقل عن 87 من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يزعم أنهم قتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها في غرب دارفور في مقبرة جماعية خارج عاصمة الولاية الجنينة تنفيذا لأوامر من الدعم السريع بحسب معلومات موثوقة تحصل عليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت الأمم المتحدة في بيان السكان المحليون أجبروا على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية مما حرم الموتى من أن يدفنوا في إحدى مقابر المدينة بكرامة. ومن جانبه أكد الصادق علي حسن المحامي أنه بخلاف الجثث الواردة في التقرير هنالك عشرات الجثث التي تم بعضها مواراتها بالمساجد والزوايا والخلاوي والمنازل والعدد المذكور من النماذج. وقال لراديو دابنغا إن تقرير مجلس حقوق الإنسان فقد توفرت بيانات مبدئية كافية لفتح تحقيقات جنائية بشأن هذه الانتحاكات الجسيمة المرتكبة وملاحقة الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، مبين أنه لم يعد مجديا الاكتفاء بالتقارير وتلاوتها بمجلس الأمن الدولي بنيويورك أو مجلس حقوق الإنسان بجنيف. نفت السلطات الصحية بولاية النيل الأبيض عدم وجود أي حالات للكوليرا بالولاية، مؤكدة وجود حشاشة ونقص في الأدوية وضغط كبير على الخدمات الصحية بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين في الولاية. وقال الدكتورة مزاهر إبراهيم من وزارة الصحة بالولاية لراديو دابنغا يوم الخميس إن الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات في المرافق الصحية من عدوات المعامل والأدوية والمحاليل والأسرة. وأضافت مزاهر إبراهيم لراديو دابنغا في هذا الخصوص: هو نفس الوضع الصحي، نفس الهشاشة، نفس انعدام الأدوية، لكن ضيف عليها الضغط الكبير من عدد الوافدين الكبير في الولاية اللي ضغط على الخدمات. لكن موضوع الكوليرا ما سليم يعني، لكن في حالات بتاعت إسهالات بسبب القلبة بتاعت الموية اللي بتحصل مع بداية الخريف، لكن ما بترقى ولا حتى نوعيتها بعد ما فحصت هي كوليرا. الذباب كتير في الفترة دي فالتلوث متوقع. حذرت جهات صحية في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان من خطورة الموقف الصحي بالولاية في ظل الشح الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية الضرورية. وقال الدكتور رفعت المدير الطبي لمستشفى كادوغلي لراديو دابنغا أن الوضع الصحي في المرافق الصحية بالولاية كارثي، وأوضح أن المرافق الصحية تعاني من نقص هاد في الكادر الطبي وإمدادات العمل الطبي والأدوية وخاصة المنقذة للحياة. وأضاف دكتور رفعت لراديو دبنجا في هذا الخصوص: عادي وإشكال والله، اللي هو عسي معظم المرضى بيقوا بيشتروا الوقود بقروش عشان يقدر يقدموا لهم الخدمة ذاتا، اللي هو من السوق الأسود وكده الكلام ده لو زي يومين. وفي ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا يشهد المستشفى التركي السوداني ضغطا كبيرا بسبب توقف مستشفى نيالا التعليمي وخروجه عن الخدمة جراء المعارك التي شهدتها منطقة المستشفى التعليمي وما حولها. وقال الدكتور حمدين دهب استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الشرطة والمتعاون بالمستشفى التركي السوداني لراديو دابنغا إن المستشفى يقدم خدمة كبيرة لمواطني جنوب وسط وغرب دارفور، مبينا أن المستشفيات في الجنينة وذالينجي لا توجد بها خدمات صحية، مشيرا أن كل الأعباء تمركزت على المستشفى التركي السوداني بمدينة نيالا لأن مستشفى نيالا التعليمي مغلق لأنه من الناحية أمنية لا يستطيع الكادر الطبي مواصلة عمله. وأضاف الدكتور حمدين دهب استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الشرطة
والمتعاون بالمستشفى التركي السوداني بنيالة لراديو دبنجا في هذا الخصوص. في نيالة الآن المستشفى التركي يقدم خدمة كبيرة جدا للشعب السوداني وبالأخص شعب دارفور في ولايات ثلاث غرب ووسط وجنوب دارفور، بيقدم لهم خدمة كبيرة جدا. الآن الوضع كارثي في نيالة، الوضع كارثي، الناس ما لاقية تتعالج، والآن المستشفى التركي بالرغم إنه يقدم هذه الخدمات لكن الوضع يكون كارثي ويقول للأسوأ. كل يوم نحن ماشيين للأسوأ. ومن جهة أخرى تواصل تدفق النازحين إلى ولاية النيل الأبيض منذ اندلاع الحرب في الخرطوم في منتصف أبريل الماضي. وقال عماد مساعد من غرفة طوارئ محلية كوستي لراديو دبنجا إن عدد مراكز الإيواء الخاصة بالنازحين في كوستي لوحدها بلغ 51 مركزا، وأشار إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد النازحين مع بداية الهدنة الأخيرة. شهدت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا يوم الخميس بعد مواجهات بأسلحة ثقيلة بين الجيش والدعم السريع خلال الأيام الماضية. وطالب مواطنو مدينة كادوغلي الأطراف المتحاربة الجيش والحركة الشعبية بوقف الهجمات العسكرية. وقال مواطنون لراديو دبنجا أنهم نزحوا من الخرطوم فرارا من المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع، والآن يواجهون نفس الوضع في كادوغلي جراء المواجهات بين الجيش والحركة الشعبية من جهة. قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية بالجامعة السودانية والخبير العسكري دكتور محمد بشير الصائم إنه من الطبيعي عندما تكون الجيوش في حالة حرب تنشط عملية التعبية والتدريب، وذلك لحوجة الجيوش لمقاتلين إضافيين رغم من خبرة الجيوش الموجودين في الخدمة، والدليل ما تقوم به دول أوكرانيا وروسيا في حربها الدائرة الآن. وأضاف لراديو دبنجا أن العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في معسكرات التدريب للتعبية لدعم القوات المسلحة عمل منضبط وعلى أسس وقواعد، ويتم فيه اختيار الشباب اللائقين للالتحاق والعمل مع القوات المسلحة بجانب قدامى المحاربين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص يخلي أنه في عليه عبء عالي بالذات لتمشيط وحرب الشوارع الموجود في العاصمة في العاصمة الخرطوم، وده محتاج لأنه القوات الأخرى والقوات الخاصة تعمل العمل ده، وديل تكلهم مهام بتاعت ممكن حراسات منشآت حيوية بالذات في قيادة الشرطة الآن. ومن جهة أخرى قال الصحفي والقيادة المجتمعي بمدينة دمازين بإقليم النيل الأزرق وليد ألي آدم إن تدشين التعبئة والاستنفار هي خطوة من شأنها توحيد الجبهة الداخلية ومناصرة القوات المسلحة، خاصة وأن أحداث 15 أبريل كشفت حجم المخطط الذي تتبناه أطراف خارجية لها مصالح وأهداف سياسية واقتصادية، وفي كل يوم جديد تظهر حقائق وحلقات التعامل. الخبر الأخير في النشرة، تواصل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من شهرين متتاليين عن مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مع تفاقم الوضع المعيشي وتردي الأمن. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن المدينة لا تزال تعيش في ظلام دامس منذ شهرين بسبب انعدام الوقود مع عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات لمعالجة الأمر، حيث أثر انقطاع التيار الكهربائي على أنشطتهم الحياتية بالشكل الكبير. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو،
تويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دابانجا. دابانجا 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 دابانجا.